بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم متابعين سناب ملتقى أهل الحلال. جولتنا اليوم الجمعة الموافق 19/1442 في سوق المطار في قهوة الجبل في مكة المكرمة. حياكم الله، تابعونا. محمد الشف ألف ثمانين، أحد عنده سور، أحد له هوى، أحد له خاطر، أبي عبارك برا كلكم استاهل. وهنا هذه ما شاء الله كلها طلية أعمارها من 5 إلى 6 شهور، راحت من 1140. على 800 عمال عندكم زاد زبون عندي عندك زاد وعشرة وعشرين على 30 مرة أبي عبارك كلكم استاذ تقنيع. وهنا هذه مخلوط اتيوس وجفار تربية طبعا، راحت من 680. على 60 على 860 على الله كنت بشرب ماي مع الشركة في تركي. على 60 على 860 على 860 العدد كم؟ 41 في 10 خال 41 وفيها 10 خال باقي طنية. على 860 عندكم زين. وهنا هذه ما شاء الله كلها طلية تربية طبعا، راحت من 800 ريال أعمارها تقريبا 3 شهور. على 300 ريال 4 مليون و4 رخاء 300. على 70 ما شاء الله ما فيها 3 رخاء. على 70 على 80 على 9 على 1000 ريال 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 مرة. على 10 على 10 على 10 على 1010 1010 ابي عبارك اقنع رايي 1010 كاتب ابي 1010 عندكم زاد. تعال الله يبارك لك يا عمي، تعال يا زبوني حرج حرج يا 1010 عندكم زاد 1300
تستاهل مرة بها مرة 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 مرة, مرة على 30 يا عمي. مرة على الزين بهدر على الزين اخوانا على 1300 1160 طلع جبرة وزينة 1160 لا دي 10 خط 1160 اسعد الله مساكم بكل خير متابعينا الكرام. صلينا وطلبنا الله. الان ان شاء الله برايح نستكملكم تغطيتنا لحراج المقانيب في سوق المنصة في قهوة الجبل في مكة المكرمة. حياكم الله تابعونا.